إذن لزيادة الوزن واخا ناخذ ديك الشريحة، إلا تشهينا الشريحة ماشي مشكل. إذن ناخذ واحد بالنسبة للناس اللي ما عندهمش السكر، فناخذ ديك الربعة ديال الشريحات حتى الخمسة ديال الشريحات ونحطوهم في واحد يعني في واحد في واحد في واحد الوعاء، ولا غير هذوك الشريحات نغسلوهم مزيان ونحلوهم ونزيدوا فيهم نص معلقة صغيرة ديال الزنجلان في كل شريحة ونحطوها ونشربوهم بواحد ديال بواحد بواحد الكاس ديال الحليب مثلا في الصباح. وها هو فطور متكامل، وها هو كيصلح للكبار وكيصلح للصغار، وها هي طريقة آمنة كيفاش أننا نقويو الدس ديالنا ونرفعوا ليها الشهية ديالها وما نتضروش. وكنت كنعقل واحد الوصفة عطيتيها لنا الدكتور عماد في رمضان، بنانة مع التمر كنظن والبرقوق والمشماش، كتطحن كعصير وكتشرب. هي من بين الوصفات اللي ما عقلتش بالضبط، ولكن الوصفات اللي كيزيدوا الوزن خصوصا خلال شهر رمضان الكريم. نعم، فالبنانه مثلا ناخذ نص بنانه وكنقطعوا واحد جوج ديال المشماشات اللي كيكونوا يابسين، وكنقطعوا واحد جوج برقوقات اللي كيكونوا يابسين كذلك، وكنخلطوهم بكاس صغير ديال عصير الحليب يعني كيتخلطوا معاه، ويمكن نزيد واحد المعلقه صغيره ديال البودره الكاكاو المر. وبالنسبه للوليدات الصغار نزيدوا لهم الكاكاو اللي كيكون فيه شويه ديال الحلاوه، ونديروا هذا الخليط هذا، وغادي يكون خليط يعني اللي كيزيد في الوزن وكيعاوننا في فتح الشهيه ويعطينا الطاقه ويعطينا. غنديروا وصفه بعدا للشرب. اذا غادي تاخذي يا اختي واحد معلقه صغيره ديال الحبق بلدي ومعلقه صغيره ديال النافع، هادو جوج ديال المواد كيعاونونا في رفع الشهيه وفي تحسين ديال الاشتغال ديال الجهاز الهضمي باش كتعاوننا نستافدوا من التغذيه ديالنا. اذا ناخذوا معلقه صغيره ديال الحبق البلدي ومعلقه صغيره ديال النافع، هذه للتذكير وصفه لفتح الشهيه وكتعاوننا في زياده الوزن. اذا غنزيدوا عليهم كاس صغير ديال الماء المغلى حتى كيطلق، ونوليو نشربوها في الصباح هي الاولى على الريق ربع ساعه قبل ما نفطروا، ومن بعد ديك الساعه الا بغينا نفطروا ان شاء الله. وصفه كذلك للاكل، فانا كنصحك بالوصفه اللي كنخلطوا فيها المكسرات، اللي غناخذوا فيها اللوز مطحون، ناخذوا فيها كاوكاو مطحون، ناخذوا فيها الزنجلان مطحون، وغادي ناخذوا فيها كذلك الى توفر مثلا الاكاجو مطحون. هاد المكونات كامله غناخذوا جوج معالق كبار منهم، يعني جوج معالق كبار من الحاجه، نخلطوهم مزيان تيتخلطوا، ووليو تاخذوا معلقه صغيره من هذا الخليط، يا اما تخلطوها بمعلقه كبيره ديال العسل، شوف اللي توفر عندكم غادي يكون مزيان، يا اما غتخلط بمعلقه كبيره ديال العسل، يا اما غتخلط بمعلقه كبيره ديال الحليب المحلى المركز، يا اما غادي نخلطوها بمعلقه كبيره ديال واحد الياغورت اللي يكون كثير الدسم، راه كاين ياغورت اللي كيكون فيه الدسم كثير، وكناخذوها في الوقيته ديال الفطور، كنفطروا بهذه المعلقه هذه كنستعملوها هي، وعاوتاني في الليل قبل ما ننعسوا كنزيدوا معلقه اخرى من هذا الخليط، وكنداوموا عليها مده ديال شهرين، وان شاء الله هاد جوج وصفات غادي يعاونوك ويعاونوا جميع الاخوات اللي باغيين يزيدوا في الوزن. بالنسبه للحلبه نزيد نذكر وهضرنا على هذه المساله هذه، ان الحلبه اللي كتستعمل طبيا واللي محمود اننا نستعملوها هي الحلبه اللي كتكون في شكل نبته خضراء. إذا الوراق ديال الحلبة أو النبتة ديال الحلبة هي اللي كتستعمل، وهي اللي شائعة في العلاجات الطبيعية، وكانت تستعمل في الصين في الإغريق، ولكن ملي كناخذوا داك الحبوب ديال الحلبة أو ديك الزريعة ديال الحلبة فهي كتكون مركزة جدا. إذا إلا قلنا بأن كيخصنا ما نفوتوش أربع معلقة صغيرة ديال الحلبة في اليوم، وإلا قلنا أننا ما خصناش نفوتوا في الاستعمال ديالها مدة ديال 10 أيام، فهنا الوصفة غادي تكون واحد الوصفة اللي خطيرة واللي غيمكن تأثر لنا على الصحة ديالنا، لأن إلا طبختي هذه الحلبة بهذه الطريقة هذه وزتيلها الشريحة، الشريحة اللي فيها واحد المواد أو فيها واحد السكريات اللي كيتطبخوا كيعطيونا مواد تسمم الجهاز العصبي ديالنا، إذا كنعرفوا أن الإنسان كاع إلا طبخ غير الشريحة وخداها ولا كلاها كتعطيه واحد النوع ديال الدوخة في الراس وكتدوخوا، إذا علاش؟ لأن كتولي مواد او السكريات اللي كتحول المواد تؤثر على الجهاز العصبي ديالنا، وكاين واحد الماده كذلك اللي كتسمى البيرغابتين ملي كنعطيوها درجه الحراره مرتفعه كتولي ماده سامه. اذا الا جمعنا هاد الشريحه هذه اللي غادي تكون بهذه الطريقه هذه مع الحلبه، فالاستعمال ديالها
وهاد الوصفات هذه اللي كتعطى راه ماشي كل الانسان كيستعملها نهار ولا يومين ولا 3 ايام، فالوصفه راه على الاقل كتلقاها يعني داك الناس اللي كيجتهدوا بزاف واللي على درايه بهذا الشيء بواحد الطريقه عشوائيه كتستعمل واحد المده طويله، واذا الا تستعملت مده طويله كيرتفع لينا الصبيب ديال الدم في الدماغ ديالنا وفي الشعيرات ديالنا، ولا قدر الله دوك الشعيرات ديال الدماغ كيقدر يترتقوا، ولا قدر الله الانسان كيقدر يوصل ليه جلطه دماغيه. اذا خلاصه القول الحلبه ممنوع من عن كل الاستعمال ديالها بواحد الطريقه كثيره، وما نفوتوش كما قلنا 4 معالق صغيره في اليوم ولكن مده ديال 10 ايام، ومن الاحسن تجنبوها نهائيا. بغيت نسولك على واحد، عندي واحد البنيه ضعيفه وطويله وشهاقه، بغات شي وصفه الله يرحمها، داك شي وصفه ديال زياده في الوزن. نعم، وصفه لزياده في الوزن. واخا اذا غادي ناخذوا بعد اول حاجه واحد معلقه صغيره ديال الحبق البلدي. الحبق البلدي ومعلقه صغيره ديال النافع، نزيدوا عليها كاس صغير ديال الماء مغلي حتى يطلق، وغادي تولي تشربوا قبل الفطور، يعني قبل ما تفطر سواء في الصباح فما تبقى من شعبان ان شاء الله، وفي الشهر المبارك غادي تحاول تاخذوا مع الوقيته ديال الفطور، يعني تاكل شي حاجه صغيره بسيطه باش تفطر، ومن بعد تشرب هاد الوصفه هذه وعاد تكمل الغداء الفطور ديالها عفوا، وان شاء الله غادي تعطيها نتيجه. بالنسبه للزياده في بعض المناطق فنديروا واحد الماساج اللي غنديروا فيه معلقه كبيره ديال زيت الصوجا، معلقه كبيره ديال زيت البرتقال، ونخلطوهم نوليو نديروا بهم واحد الماساج في الاماكن اللي بغينا نديروا فيهم الزياده سواء في الوجه او في الجسم، وندوموا على هذه الوصفات ان شاء الله والامور تكون بخير. نبغيك تقدم نصيحه للمستمعين، حنا ما بقينا والو ان شاء الله شهر رمضان الكريم، كاين كثير من المستمعين اللي كيعانيو من القبض، مشاكل الجهاز الهضمي بصفه عامه كتكثر خلال هذه الفتره، فشنو النصائح اللي ممكن انك تقدم للمستمعين؟ يعني باقي لنا فقط واحد جوج الاسابيع تقريبا ما كاملاش باش اننا نستقبلوا هذا الشهر الفاضل. نعم، فاول حاجه بعدا تولي واحد النظام غذائي خاص، يعني نوليو نوجدوا راسنا لرمضان، ونحاولوا كما قلنا نستافدوا من رمضان وشهر رمضان وخاصه في التغذيه، لان من رمضان كيمكن الانسان يحسن السلوك ديالو الغذائي، ومن منين يسالي رمضان كيمكن انه يبقى متعود على واحد السلوك منتظم، لان حتى الطريقه ديال التغذيه مهمه جدا لمشاكل الجهاز الهضمي. فاول حاجه بعدا نحيدوا ديك المساله ديال اننا ناخذوا الماء مع التغذيه، فالعديد من الناس كيديروا هذه المساله هذه، فدائما ناخذوا الماء ساعه قبل ولا ساعه مورا التغذيه، علاش؟ لان كتعطينا التخمر للتغذيه ديالنا، وهنا ما كنستافدوش منها، فهنا علاش كيولي المشاكل ديال المسار، المشاكل ديال العسر الهضم وبزاف ديال الامور. هذا من جهه، من جهه اخرى كيمكننا مثلا نديروا بعض الوصفات لتصفيه الجهاز الهضمي ديالنا، ونحاولوا اننا نساعدوه خلال قبل واثناء شهر رمضان. مثلا ناخذوا 3 ديال الحباس ديال القعقله لكغدموم، ونزيدوا عليها واحد النجمه ديال الباديان، نزيدوا عليهم كاس صغير ديال الماء المغلى حتى يطلق، نوليو ناخذوه في الفطور في الوقيته ديال الفطور ونداوموا عليه، فهذا غيصلح كتصفيه الجهاز الهضمي ديالنا، وتصفيه كذلك المسام ديال الجهاز الهضمي باش كيشتغل بطريقه منتظمه. كيمكننا كذلك من الناس اللي عندهم مشاكل ديال الغازات اللي كتكون كثيره بزاف، فغناخذوا معلقه صغيره ديال الكرويه ومعلقه صغيره ديال النافع، نزيدوا عليهم كاس صغير ديال الماء المغلى حتى يطلق، ونحاولوا اننا نشربوه كل صباح ونداوموا عليه، واثناء رمضان فغادي ناخذوه مورا الفطور. بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل ديال القبض فهنا ما غنلقاوش ما احسن من مثلا من مواد اللي كتكون خضراء. إلا خدينا مثلا المعدنوس، ناخذ واحد جوج عريشات ديال المعدنوس، وناخذ واحد الوريقه ديال سيدنا موسى. دابا ولينا كنستعملوا داك العصير ديال المعدنوس، يعني اللي كيتشرب كديتوكس. كاين الماء اللي كنقدروا نوضعوا فيه الربيع والمعدنوس وهذا وديرونديل ديال الخيار، يعني دوائر الخيار او الحامض، وكيشربوه هكذا لتصفيه الجسم السموم. واش انت كتنصح به دكتور؟ فالحامض ما كنصحش، لان الحامض كيمكن يعطينا مشاكل. المسألة ديال قبل نعوضوا بومبلوموس. نعم، ومن الاحسن الا بغينا ندير واحد المشروب اللي غيصلح للجهاز الهضمي فناخذ غير المعدنوس بوحدو، لاننا غناخذ 3 العريشات ديال المعدنوس، نزيد عليهم واحد الورقه سيدنا موسى، ولكن نضيفوا لهم كاس كبير ديال الماء المغلى اذا حتى يطلق، ونشربوه بحال تيزان اللي غادي ناخذوها في الليل كل ليله ونداوموا عليها، وهكا ان شاء الله غادي تعطينا فائده وتقبل الله صيامكم. اللهم امين. طيب ونشكرك دكتور عماد بالصحه والسلامه ليك والاسره ديالك، الله يشافيك الوالده. امين، الله يبارك فيك ويشافي الكل عزيز ويشافي جميع المرضى ديال الاخوات اللي كيسمعوا. الله يخليك. انا سمعت واحد الوصفه اللي فيها الريحان، فيها الزعتر، البابونج، حبه الحلاوه واللويزه. اييه.
كنت قلتي غير ملعقه يعني عطيتي المقادير بالملعقه، انا خديت المقادير بالغرامات، يعني خديت 100 غرام ديال الريحان، 100 غرام ديال الزعتر، 150 غرام ديال البابونج، 50 غرام ديال حبه حلاوه، و 50 غرام ديال اللويزه، نقيتهم وطحنتهم مع بعضياتهم، درتهم في اون بواط باش يستافدوا منهم يعني الافراد ديال العائله ديالي كاملين. كناخذوا معايا القا تقريبا في الليل 3 سوايع قبل الناس، يعني واش هاد المقادير مضبوطه؟ ماشي مشكل، فغير اللي زدتي فيه هو يعني البابونج، ياك 150 غرام درتي ديال البابونج؟ درت 150، انا كنت ذكرتي 3 ديال المعالق صغار. فماشي مشكل، ماشي مشكل، يعني الا خدينا نفس القيمه ماشي مشكل. وغير هنا حاولي تغرب لي هذاك الخليط، وان شاء الله الوصفه غادي تكون وصفه امنه. اذا ولكن معلقه صغيره نعم لا كتساعد على الامساك، هذه لان تنعاني شويه من الامساك، دونك فحاولي تاخديها في الليل ماشي مشكل، يعني قبل النعاس فهي غادي تساعد. فاهم حاجه انها غتعطينا واحد التصفيه للجهاز الهضمي، يعني هذه المواد هذه كتعاون باش كتعطينا تصفيه للجهاز الهضمي، وكتحيد لينا الغازات، وكتخلي داك العضله ديال الجهاز الهضمي تشتغل، يعني بحال كيوقع ليها واحد بحال كنرفعوا لها داك لو تونوس ديالها، داك كنشطوها، يعني كتولي عندها واحد الحيويه، وان شاء الله غادي تساعدك اختي. شكرا لك نجاة، تحيه كبيره لك، مرحبا بك معنا على اصوات. هذه وصفه للامساك دكتور عماد. نعم وصفه للامساك، وهنا مزيان ان شرط هذه المساله الاخت نجاة، فدائما انا كنعطي الوصفه على الاساس، يعني التركيبه الاساسيه. اذا الا درنا معلقه صغيره معلقه صغيره معلقه صغيره، ولكن ملي كنبغيو نزيدوا الكميات اكيد ان ذاك العدد كنضربوه، يعني كان بحال قلنا حنا واحد الوصفه ديال دو باز. الا بغينا نزيدوا الكميه كنزيدوا العدد ديال الملعقات، ولكن في ذوك القيم اللي كانت عندها الكميه الاساسيه. وهنا عندك القيم متساويه، يعني نعم. معلقه معلقه معلقه، هي خدات 200 غرام، خدات 150 غرام ديال البابونج، لا كانت وقيله 3 ديال المعالق صغار، كانت 3 المعالق صغار ديال البابونج، دونك هي دارت 150 غرام ماشي مشكل. نعم. غادي نمشيو للرشيديه مع فاطمه. صباح الخير فاطمه، مرحبا بك على اصوات. صباح الخير دكتور عماد، صباح الخير الاخت هذا، نهار مبروك. مرحبا. بارك الله فيك، الله يشافي الاخت سناء اول حاجه. امين يا رب. امين يا رب. مرحبا. دكتور بغيت نسولك، عندي واحد 3 ديال الاسئله بالنسبه للسؤال الاول باش ما نطولش. بالنسبه للزوج ديالي كان هاد اليوم كيغسل، وفاش خرج من الدش بقات واحد الودن ديالهم تزوده. اييه واخا. بالنسبه للسؤال الثاني، عافاك انا كناخذ واحد الماسك من عندك، فيه معلقه نتاع الشوفان مدقوق، ومعلقه نتاع دقيق القمح الكامل، وواحد في الزويه محكوكه، كنديرهم في كاس نتاع الماء مغلي، وكنخليهم 5 ساعات، كنديرهم بجوج المرات في النهار. هذا لقيت عليه مزيان، وبغيت نشوف واش ممكن ناخذ معاه داك الماسك نتاع الكاكاو المر مع دقيق القمح مع نتاع المعالق السخونين، واش ممكن ندير حتى هذا؟ ماشي مشكل، فواحد غديري مثلا اللي درتيه اليوم ديري الماسك الاخر يعني النهار اللي موراه. واخا الله يجزيك بخير. عافاك السؤال الثالث بالنسبه ليا انا، فاش كنقص شويه في الوزن من الدرجه الاولى كيبان لي في الوجه ديالي. اها فشوف الوجه ديالي ولا طويل وكيبان فيا الضعف. نعم سؤال مهم هذا. فشوف دائما ملي كنبغيو نقصوا الوزن، كنبغيو نقصوا الوزن غادي غادي نحاولوا دائما نديروا واحد المساج، دائما نديروا واحد الزيت اللي كنديروا بها واحد المساج كل ليله، باش كنحافظوا على ديك المرونه ديال ديك ليلاستيسيتي او ديك المرونه ديال الانسجه ديال البشره ديالنا. فاش واخا الانسان كيفقد هذاك الوزن كتبقى البشره عندها المرونه، وكترجع يعني كتمدد وكترجع للحاله الطبيعيه ديالها، ما كتاثرش بهذاك النقص ديال الوزن. اذا السيروم او اللي غنديروه للوجه، خاصة بزاف الاخوات كيعانيوا من هذا المشكل هذا، فغادي ناخذوا فيه معلقة كبيرة ديال زيت اللوز الحلو. معلقة كبيرة ديال زيت الورد. وتخلطيهم، وغادي يولي كيدار مساج كل ليلة في البشرة في الوجه والرقبة ديالنا، واحد المساج بطريقة دائرية، وكنداوموا عليه، وهكا ما كنتأثروش، واخا كينقص الوزن كيبقى الوجه عنده ديك الصفة ديالو العادية. وغادي يرجع لي الوجه، غادي يعمرني شوية الوجه يعني بحال كيما حيت المرونة، حيت إلا رجعت الخلايا المرونة ديالها أكيد الوجه غادي يعمر، وغادي يبقى فيهم الماء، لأن حتى الماء كيتفقد من البشرة ملي كنقصوا الوزن. أو بالنسبة للعفاك دكتور بغيت نسولك، عندي ارتفاع في الضغط الدموي، وعندي كناخذ أدوية ديال الاكتئاب، ماشي مشكل إلا درت معاهم هادشي؟ ماشي مشكل، فهذا غادي يكون ان شاء الله سيروم هذا الوجه اللي غادي يدار لي هاد الوصفات هذه، وما عندك مناش تخافي اختي. بارك الله فيك دكتور، شكرا، نهاركم مبروك. مرحبا مرحبا، الله يبارك فيك، الله يجيب الشفاء ان شاء الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.